السؤال الأخير يا شيخ، هناك بعض الناس في إندونيسيا في الأموات قد يستمع بعض الناس يقرؤون القرآن والتسبيح والتهليل ويهدون الثواب هذا إلى الموتى، ويقولون هذه بدعة أو لا يصل هذا الثواب إلى الموتى، كيف رأيكم هذا يا شيخ؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من كبار المحدثين وهو فقيه، لكن كونه محدث أكبر من كونه فقيه. رأى رجلا يقرأ سورة ياسين على القبر، عم يقرأ سورة ياسين، فقال لبعض تلامذته اذهب إليه فقل له إنها بدعة، يعني شيء ما فعله رسول الله ولم يفعله أصحاب رسوله. فذهبوا إليه فقالوا إن هذه بدعة. واحد من تلامذته، تلامذة الإمام أحمد بجواره، قال يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، ما تقول في فلان؟ قال ثقة. قال سمعته يقول اقرأوا ياسين على موتاكم. من ذكرها؟ ابن قدابة في كتابه المغني، حنبلي هو، حنبلي، ومع ذلك قال ليس بدعة. فقال استغفر الله، أتوب إلى الله، ارجع إليه فقل له يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل خلاص انتهى، إلا من ثلاث: صدقة جارية، العلم يعني المدرسة كذا، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد عم يدعي لأبوه إنه رباني بتعب علي وأنفق علي، الله يرحمه، يرحم روحه الطاهرة. أو ولد صالح، القرآن أفضل أم الدعاء؟ كلهم. هل القرآن أفضل أم الدعاء؟ إن من القرآن ما هو دعاء، لما يقول الإنسان المسلم ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من القرآن ربي ارحمهما كما. لما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقد حسد على أحد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا قرآن وهو دعاء. نقول بدعة كلام الله في شيء بدعة؟ هذا جاهل.